يو سلام، كيف الحال؟ ان شاء الله تكون بخير. اليوم رح نعمل ميكس بين سلاح الجبر وخفه الحركه تكون اعلى إشي، سواء من فتحه السكوب او الحركه. بالتالي راح نمسك سلاح الجبر نركب له هاي التركيبات زي ما شايفينها امامكم، بس قبل ما تفتح لاني مش عارف شو فيه. اوكي فتحت. مروحيه قوات خاصه، سكوب لانه السكوب تبع الجبر بدون سكوب يعني شوي سيء، مسند قطار واي كي ام، ليزر ومقبض مرقط. كل هاي التركيبات بتساعد بخفة الحركة وفتحة السكوب. زي ما شايفين الدقة نازلة والتحكم نازل، بس خفة الحركة مرتفعة كثير عن الحد الطبيعي لسلاح الجبر. التركيبات هاي بتخلي السلاح حرفيا يواجه اسلحة الاس ام جي بكل سهولة. بهذا المقطع رح تشوف اللقطات، يعني حرفيا ثلاث ببشوا علي اشيلهم ورا بعض بشكل يعني غريب. اتمنى تستمتعوا بالمقطع، اعملوا لايك اشتراك، ولا تنسوا تشيكوا على متجر اي شوب في الوصف، عندهم اقل الاسعار في كود الموبايل. سلام. بعد من وجهي هيك. الله على الثبات. 35 رصاص عشان ايش؟ وان كيل. طبعا هذا سلاح اسمه سلاح الاسيست. 1 2 3. يا موكوس اطلع. الموكوس اطلع. الموكوس مالك يا هبل يا هبل، مالك مالك علقت. يا هبل مالك، هديها، شديت عليها كثير. هذا اكثر سلاح ممكن ينسرك فيه منك كلات حرفيا. كل شيء راح يعطيك اسيست وهتقرف حالك من الاسيستات اللي راح يعطيك اياها. كنت هزعل والله. واو ايه ده، حرام ليه ازاي؟ احلم دوما ان اكون الافضل بين الجميع، لذا اجمع البوكيمون سلاحي المنيع. الطفش وما يفعل بالجيب. خصمك لو يعني ما عارف ايش. كنت راح اموت افشل موت بالعالم. طب ليه؟ طب ليه يا اخي؟ ليه؟ حرام عليك. اوهو حرامات. يا ترى يعني حلم النيوك راح يتحقق اليوم ام لا؟ يا خلي مش مصلي على النبي. هذا ما يدعى ببري فاير. اوكي الحمد لله. خوفني. عندي مشكلة بالتحكم. يا اسطى انا هموت.
الله ستر. ماسك يا ستر. اح يا ابني موت موت شو مش ناوي تموت. انت لسه في كل عاده الوسخه دي. يا اخي انت رحت ورجعت هو مكانه. الله يخرب بيت ابو اللي علمك اللعب. ولا يا رب لا 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 يا رب لا. آه اوكي نسيبهم شوية فليفرحوا قليلا. ايش اش 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 ولا كأنك ماسك ام جي. كيف هذا بحب يستخدم الار بي جي. اسف جي جي.